انهت جمعيه الخروب مرحله الذهاب بهزيمه ثقيله امام الجار شباب عين الفكرون، هزيمه ازمت كثيرا وضعيه الجمعيه. الهدف الاول للزوار وقعه بولعينين في الدقيقه 25، فيما عدل النتيجه للجمعيه ديب قبل نهايه المرحله الاولى بخمس دقائق. هدف لهدف هي اذا نتيجه 45 دقيقه الاولى. شباب الفكرون دخل الشوط الثاني بقوه، ما مكن معنصر من اضافه الهدف الثاني بعد مرور ست دقائق فقط من هذه المرحله. بعدها فرض المحليون سيطرة مطلقة على مجريات اللعب دون فعالية أمام تألق حارس الشباب بولطيف الذي صد الكثير من الكرات الصعبة. ضغط الجمعية أثمر ضرب الجزاء نفذها بنجاح بالحمري عدل على إثرها النتيجة. وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة بخاري يباغت الحارس عيساني ويوقع الهدف الثالث ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في اخر جوله من مرحله الذهاب. كنحتم علينا كما نقولوا اليوم باش نفوزوا، على الاقل باش نكونوا مع الكوكبه، باش ما يكونش الفارق بيننا وبين الكوكبه شاسع. نقول باللي فوز ثمين جدا، خاصه اللي جاء في مرحله اخر مقابله مرحله الذهاب اللي خلى يعني الفريق تاعنا نقول كي يلحق بالكوكبه، وكان يعني ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه للمسيره تاع الفريق في مرحله العوده. تشوف يعني التعداد اللي عندنا في الفريق يعني ما حناش راضيين 100% على النتائج اللي قاعدين نسجلوا فيها. السنه يعني كان ضغط كبير على اللاعبين في الميدان تاعنا، الانصار داروا ضغط كبير يعني باش يعني يطلبوا في امور يعني كثيره باش يلعبوا ورقه الصعود. حنا عندنا يعني فريق اللي نقدروا نمدوا به كلمه هذه السنه في القسم الوطني الثاني. ان شاء الله يعني ما دام من هنا اليوم بانتصار خارج ديار ضد الفريق الجار جمعيه الخروب، بربي ان شاء الله يعني نخمو باش ندعموا الفريق بثلاث لاعبين في المستوى اللي مدوا الاضافه للفريق. وحنا يعني ديجا جبنا لاعب شرماط، لاعب الوسط الهجومي تاع جنانت، جبناه امضى العقد تاعو في انتظار ان شاء الله نزيدوا سواكار يوم الاحد، اللاعب اللي يلعب في اولمبي المديه، في انتظار ورقة تسريح قارة ليرجع الفريق إن شاء الله.